جبت القبائل الفائزة بهدفين. هدف جميل هذا جمال. نعم رائع جدا. باركي. باركي في مرمى الحارس حماس أمل الأربعاء. كان ذلك في الدقيقة الرابعة. ديوالا قبل ذلك أعتقد سجل في الدقيقة 38. نعم 38 و 54. نعم. بعد ذلك جاء الدور على ديوالا بهدف برأسية وهو الهدف ديوالا العاشر في ترتيب الهدافين. ديوالا 10 10 اهداف يعني. نعم. قاسمي 12 هدف اعتقد انه تيايبا صحح له الرقم هو 12 هدف لحد الان. ديوالا سجل ثم مباركي هذا واحد من اللاعبين الموهوبين في فريق امل الاربعاء وهو موجود في فريق الامال لاقل من 23 سنه فريق امل الاربعاء. بكير هذا لا بكير.